الكوارع. الكوارع، ويمكن انا عايز برضو ارد على سؤال في حد كده شايفه قاعد في الكنبه لا مش دي، الكنبه اللي دي، بيسال ليه بتعمل النهارده كوارع وبط؟ مش معقول يا شيف. لا انا عامل النهارده فرده الكارع دي والبطايه للي حابب ياكل الكوارع، هيبقى يومه مبسوط جدا وزي الفل. اللي ملوش في الكوارع نعمل له ايه النهارده؟ نظلمه؟ لا، نعمل البط بشكل شركسي. دي فكرتي والله، وبعمل كده بس غالبا اول الشهر بس في الدخله الاولى، وبيبقى يوم اول عزومه. لحكم بتركزوا معايا شويه دايما في جدولنا الاسبوعي، هو يوم واحد في العزومه 4 أيام في الشهر، فباجي اول اسبوع او تاني وتاني اسبوع من اول من واحد ما بنقبض عشان نقدر نجيب حاجتنا، وبعد كده بيبقى الامور ماشيه في البساطه. انا برد دايما على اسئله، ممكن لو انا قاعد بفرج على التلفزيون والله بقول بكل صراحه وامانه، ايه يا شيف يعني بط بتجيب لحمه بالمره يعني؟ ممكن اقول كده، بس انا كراجل بتاع برنامج ما بعملش الاكل لشخص واحد. لو في القعده او في البيت اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي 5 أشخاص، كل واحد ليه راي وكل واحد ليه ذوق، وانا دوري ان اراضي حضراتكم بكل راي وكل ذوق، فبحاول على قد ما اقدر اعمل ده واعمل ده واعمل ده. طيب الكوارع بقى، الكوارع امامي دايما الجوز الدومينين دول بيبقوا كويسين جدا، ملحمين، غاليين شويه او سعرهم اغلى شويه من الاثنين الخلفي التانيين، وبيتجابوا بقى. عايز انا بقى اراضي الراجل بتاع الكوارع ده بريزه كده، انتوا عارفين طبعا كلنا احنا ولاد بلد وعارفين لما نقدر الراجل اللي بيشتغل اكيد هيقدرنا. بقدره في ايه؟ بقدره انه ممكن يقطعها لي او يغسلها لي كويس غسله كويسه جدا جدا، وهو ده المطلوب. ارجع على البيت بقى حله كبيره او علبه اسمه طبق كبير، واروح جايب عندي بقى في حبه خل، ليمونتين، حبه ملح، وامسك امرش تاني الكوارع مطرح ايد الراجل الطيب ومطرح الطريق ومطرح الكيس والحاجات دي كلها، وتطلع عندي بالنظافه دي. عايز اقطعها بقى انا اعرف اخليها ماشي، ما اعرفش يبقى الراجل برده قدرنا وخلاها وزي الفل. طيب نجيب عندنا برده البوكيه جرنيه بتاعنا، هو البصل والكرفس والكرات وورق الغار والقرفه، كل الحاجات اللي حضراتكم بتحبوها في الاعشاب اللي بتديني نفس كويس. نفس الكلام عند الحبهان، اهو كله هنا على القطاعه يا استاذ شيف، كله قدامي تمام. والفلفل الحصى برده نفس الكلام اهو، نرفع بقى حبتين حبهان عشان دول زياده كده اهو تمام. جوز الطيب بستخدمها في الاواخر تاتشات مش اكتر ولا اقل. حلو الكلام لحد كده. فصين مستكه يا باشا اهو، وحاجتي تبقى قدام عينيا. ده السلق اللي انا عايزه، او حاجه السلق اللي انا عايزها كلها. مش محتاج ازود حاجه تانية، بس انا من وجهه نظري شايف ان البصل قليل. انتوا حاطين بصل شكله حلو كده جرنش وبتاع، بس انا شايف ان هو قليل. هستلف بصلتين حلوين من بتوع الورق العنب، هينزلوا معايا هنا عشان لازم يكون في بصل كتير كده اهو على الاقل. واجيب عندي برضو حله تكون سخنه جدا اهي جنب مني هناك اهي، حله تكون سخنه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، واخد بالي وابدا انزل بحاجتي واحده واحده. لو حتى هشتغل بمخلي، ولو يعني ولو حابب ان انا اكلها مخليه، الافضل يكون معايا 2 بعظم أو 3 عشان يدوني ريحه ومرقه حلوه، ده مطلوب جدا ومهم. وانزل عندي بالكارع بتاعي اللي مخلي، بص منظرها عامل ازاي، شوف المنظر اهو، مغسوله غسله نظيفه. ودايما تعرفوا الكوارع الفريش لما تكون لونها ابيض شمعة كده مش مصفر، خدوا بالكم من المعلومه دي. انزل البصل بتاعي حاجتي كلها واحده واحده كده اهو، وتاخد وقتها، انا مش متصربع عليها، وانزل بكل الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي كلها تنزل مع نفسها كده مع المرقه السخنه الحلوه دي، ويعيشوا مع نفسهم وتمام التمام. نفور بقى كمان القطاعه دي ونغير الكلافز ونشوف ايه اللي بعده واحده واحده كده. الكوارع ان شاء الله لما تتسلق كويس هناخد منها المخلي، ونبدا نحشي منه في طاجن ورق العنب، ونشربه بمرقه الكوارع، وناخد حبه كوارع نفرمهم صقنانين مع حبه لسان عصفور حضراتكم شايفينهم، ونعملهم حبه مرقه بعصره ليمون بتاتش جوز الطيب. واخد اشرب كمان ورق العنب. تعال نشوف ورق العنب ايه حكايته. ورق العنب خلطه سهله جدا، في نوعين او 3 أنواع من الخلطات لورق العنب. ورق العنب في منه البارد اللي هو اللبناني او الشامي بيتاكل وهو ساقع، اما المصري او في بعض برضو بلاد كتير جدا بتعمله اللي هو بيتاكل سخن. برضو نفس الخلطه وكل حاجه، ولكن بيختلف في اللفه، في الحجم، في الحشو، في ناس تحط فيه رز، في ناس تحب تحط فيه لحمه مفرومه، في ناس تحط الاثنين. انا هعمله النهارده بالطريقه بتاعتنا البلدي بالرز بس من غير لحمه. طيب مقاديرك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بصلايه مبشوره، طماطمايه مبشوره، وهعمل ني في ني خدوا بالكم، ها، شبت وكزبره وبقدونس ونعناع. حلو الكلام لحد كده؟
كل الحاجات بتاعتي كلها قربها بس جنبي كده عشان عايز ايه نوضح حقكم. معايا بطاطس ومعايا كمان عفوا ليمون وطماطم وفلفل احمر واخضر كمان رومي كده، عامل ارضيه حلوه شايفين المنظر ده كده، وصلصه طماطم وبهارات حلوه كده بجيبها من عند العطار بتاعت محشي تدي نفس حلو. بتدي نفس حلو، وهاتوها وجربوها مش تخسروا حاجه. حلو الكلام، ادي عندي الامور بكل بساطه. طيب هنعمل ايه بقى؟ تعال ندلع الدنيا شويه كده ونجيب كسروله حلوه كده او حله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونعلي النار شويه عليها كده اهو، ونشوف الحكايه فين. نعمل كده اهو ونعلي النار، بس ايه نجيب الحله جنبنا هنا اهو، يعني خليك محترم معايا وجدع واشتغل عشان ما نزعلش من بعض، احنا لسه في اول الحلقه. ماشي جدع كده، ايوه كده، ونرحل دي كده على جنب بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب دي قدامنا هنا ونشوف الحكايه. الحكايه بكل بساطه ان انا عندي حله لطيفه هجيب فيها كده معلقه، خد مني دي زيت زيتون الاول، ماشي الكلام، معلقه كبيره كده اهو اهو ماشي، وهشوح فيها بصلايه حلوه مبشوره بسم الله الرحمن الرحيم من غير ما الزيت يتحرق مني اهو كده على طول، بصلايه حلوه كده مبشوره مع كمان فص ثوم حلو بزيت الزيتون بتاعه اهو، عشان حطينا زيت زيتون فاحنا برده لازم نكون ايه مروقين الدنيا. ادي فص الثوم والمعلقه يا عم اهو، ماشي الكلام لحد كده، واحده واحده هنجيب معلقه حلوه، لحظه واحده بس نظبط امورنا واحنا ايه نشوف كل حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. اشم الروائح مبدئيا كده، فص الثوم الحلو بيتدقلق مع زيت الزيتون مع البصلايه بتاعتك، في تيست هيبقى حلو ان شاء الله كده اهو، ماشي الكلام. وانا شغال هبدا احضر عندي كمان طماطم مبشوره الاول، ني في ني كله زي ما اتفقنا، مش هخلي حاجه عندي تبقى غامقه او حاجه في التسويات. انا في ناس تعملها في البارد وانا بحب اعملها ساعات برضو ايه، تاخد النص الاولاني من التسويه جزء بسيط كده وعندي كمان كوبايه الرز بتاعتي جنبي، ماشي الكلام. اول ما احس ان خلاص بدات الامور تبقى بتتشوح على هادي كده زي ما حضراتكم شايفين، اجيب عندي معلقه صغيره واحط عليها على طول معلقه من البهارات بتاعه المحشي اللي انا قلت لكم عليها اهي، ثانيه واحده حاضر عينيا، معلقه حلوه كده ماشي الكلام، معاها كمان معلقه صلصه طماطم حالا بالا هكون معاكم، معلقه صلصه طماطم حلوه كده برضو كمان واحده، ماشي الكلام، وابدا اقلب دول مع بعض. ركزوا معايا في اللي جاي كمان، واجيب عندي كمان مكعب مرقه، مكعب مرقه، جربوا الطريقه مش هنخسر حاجه، كمان حته مكعب مرقه خضار ماشي الكلام، وحضر كمان نعناع لو حبيت. وايه كمان هنجيب عندنا؟ بق صغنن من عصير الطماطم اهو، شوف البق ده ماشي كده اهو شايفين الخلطه دي ني في ني، ها وانتوا فاهمين قصدي يعني ايه ني في ني، هقلبهم مع بعض واجي ابهر حاجتي بفلفل اسود، واجيب عندي حبه ملح حالا هكون معاكم، حبه ملح واظبط ملح شويه عشان ايه ما عدش تاني تمام، واجيب عندي كمان حبه الرز بتوعي وابدا انزل بيهم دلوقتي اهو، خلاص انا بهرت حاجتي ملح وفلفل بهاراتي، وانزل عندي بكوبايه الرز بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا اقلب حاجتي وهنشوف اللون عامل ازاي. بص المنظر، اجيب بس ترشوه نمسك الحله عشان دي سخنت كده اهو واقلب شايفين المعقول الواننا لطيفه. اجيب عندي بقى الخضره بتاعتي، حبه شبت حلوين وازود خضره، المحشي يحب الخضره الزياده، ما يحبش يكون واحد يكون مخفف ايده من غير عيدان وده افضل اهو، تانية واحد، وادي حبة الكزبرة كمان الفريش، وادي كمان من عندي حبة نعناع، خدهم على سن السكينة برضو، لو حبينا نحط نعناع ما حبيناش مش هيقول لا. فيروز هانم صباح الفل. صباح الفل يا شيف، اهلا وسهلا بيك يا فندم، اسفين للتأخير يا فندم. لا عادي طبعا ولا يهمك، انا عايزة احكي لحضرتك حاجة مش هتصدقها. اتفضلي يا فندم. كنت في الزمالك انا وصحابي من قريب وباكل معاهم كوارع بورق العنب زي ما حضرتك بتعمل، تمام، طعمها it was amazing بجد، كانت تحفه، كان طعمها حلو بالهنا والشفا قوي قوي، it was amazing. وبعدين
بفتح التلفزيون لقيت حضرتك بتعمله، وانا كنت هموت واعرف بيتعمل ازاي. ده انا يا سلام على الصدفه الجميله بجد، صدفه تجن قاعده عشان حضرتك والله. بس ربنا يخليك كلك ذوق يا فندم والله يا فيروز، تسلمي. لا هتعملي ان شاء الله في البيت احسن طبعا، يعني طالما حضرتك اللي مدينا الوصفه انا متاكده شكرا. انه هيبقى احلى بكتير. ربنا يخليكي. لا هتعملي ان شاء الله احسن من المطعم واحسن مني، طول ما انت داخله تعملي بحب وبنظافه وبامانه والدنيا تبقى معاكي رايقه، هتعملي ان شاء الله احسن محشي ورق عنب وكوارع. تحت امرك يا فندم. ربنا يخليك. شكرا يا فيروز. ربنا اي اوامر يا فندم. لا شكرا، هاف ا نايس داي. تسلمي تسلمي. باي باي يا جميله، شكرا لذوقك يا محمد باشا. الو 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 استاذ محمد، اهلا وسهلا بيك. اهلا شيف، ازيك يا شيف علاء؟ صباح الورد يا فندم، اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ كله بخير يا فندم، كله تمام الحمد لله. بقول لحضرتك وللقائمين على العمل كله اشكرك. كل سنه وانتم طيبين. عيد الحب خلصت من 14 سنه. طيب يا فندم، كل سنه وانتم طيبين جميعا. الله يخليك. ميرسي، وتسلم بيديك على الحاجات الحلوه اللي حضرتك بتقدمها دي، جميله جدا يعني. الله يخليك يا فندم، تعالى اتغدى معانا. تسلم ايدي حبيبي يا دكتور. الله يخليك. ربنا يخليك. اقول لحضرتك حاجه بس. اتفضل. الفرايد تشيكن. تمام. التتبيله بتاعت الفرايد تشيكن ازاي بتبقى مقرمشه حلوه لونها حلو. بتكون مستويه من جوه. حلو الكلام. والتتبيله جوه بتبقى ايه عشان الطعم ما يبقاش مختلف، عشان ما تبقاش في حاجه طاغيه عن حاجه. تمام. احنا بنشتريها من احد الشركات الخارجيه بره، بناكل الفرايد تشيكن ده من بره. تمام. يبقى تحس ان الميكس كله مع بعض طعمه حلو، مفيش حاجه مثلا مش مستويه. وكريسبي وجميله ولطيفه وكل حاجه. طيب تعال نخش بقى على طاجن ورق العنب بالكوارع. هنجيب طاجن حلو كده، انا هخلص بس اي حاجه واطلعكم فاصل بس معلش. طاجن حلو زي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي الكلام؟ اولنا هنجيب معلقه كده حلوه فيها معلقه سمنه بلدي او سمنه عاديه، اي سمنه بنحبها. كده اهو. ماشي الكلام؟ اول الكلام كده. واقلب كويس قوي معلقه السمنه دي كده اهو، واخد اللي انا عايزه منها والباقي انا مش عايزه. تمام؟ هجيب عندي في الارضيه دي طماطميتين حلوين. شايف الطماطم دي؟ اهي. معاها كمان بطاطسيتين حلوين. بطاطس والطماطم، خلينا نحط بطاطس الاول عشان تبقى ماسكه برده الدنيا شويه وما تلسعش بسرعه. اهو. ماشي الكلام لحد كده؟ كلام جميل. يبقى طماطم في الاول. عليها كمان بحط ليمون، ليمون سلايز كده عشان المزازة والريحة الحلوة. عندي كمان بصل شرايح. حلو لحد كده؟ كلام جميل. توم شرايح. ده طاجن الكوارع بورق العنب. توم شرايح. حلو الكلام لحد كده؟ كلام جميل. وحبة بهارات حلوين من عندي اهو، وسنة ملح كمان. وحابب أجود وأكسر حبيتين حبهان كده على ورقة غار. ماشي، ده بالإيه؟ بنسستم الدنيا شوية. هنا التستيق، السستمة الأولانية خالص. وأبدأ أرحمل كده أهو وموسع على نفسي. الخلطة تكون بردت بس شوية عشان نقدر نلف عليها كده إيه، واحدة واحدة. تعال نشوف ورق العنب ونتكلم عليه بالتفاصيل كده شوية مع حضراتكم قبل ما نلف أو قبل ما نحشي ورق العنب. ورق العنب عندنا بنجيبه لو كان فروزن او فريش، امسح امسح القطاعه دي كده اهو. لو فريش بيبقى موجود بديله السلقه بتاعته. لو انا جايبه زي اللي انا جايبه ده جاهز من البطرمانات، في ميه بتبقى جوه البطرمان دي انا ما بستخدمهاش خالص، انا بفضل الميه دي تماما. وبعد كده بغسلها غسله نظيفه، وبعد كده ببدا اغسل كويس جدا الـ 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 الورق العنب بتاعي ويطلع عندي بالشكل ده اهو. حلو الكلام. ورق العنب بتاعنا عادي جدا. طيب في سؤال دايما ناس كتير جدا اهي اهو بيبقى عندها مشكله ان الورقه كبيره يا شيف، يا ترى بقى نحشي من الوش ولا من الظهر؟ ماشي الكلام. طيب هرد على الاثنين واحده واحده. الورقه كبيره اقطعها، مش مجبر انا ان انا اعمل ورقه العنب تكون عامله زي صباع الكوسه، مش شرط. طيب يا شيف في الظهر ولا الوش؟ خلي الوش دايما يكون هو اللي بره الناعم، عشان لما احط عليه زيت، افتكر الجمله دي معايا، لما نحط عليه زيت زيتون يبقى بيلمع، وخلي الظهر اللي هو ده هو اللي ايه؟ اللي جوه. فاهمين قصدي ايه؟ تمام. الخلطه بتاعتي ما بحطش كميه كبيره، ببقى على مهلي عشان اعمل حساب ان الرز ده هيستوي،
فبالتالي لو انا حاطط نص معلقه رز هتبقى معلقه، فلو حطيت معلقه هتبقى معلقتين. انا بس بفكر معاكم بكل صوت عالي كده مع حضرتك. واجي عندي اروح اعمل كده ولامم بقى كل الاطراف كلها بتاعتي كده اهو يمين وشمال، وكاني بعمل سبرينج رولز. بص يا استاذ كده معايا اهو اهو، وابدا الف كده واحده واحده اهو بالراحه كده اهو. ده حجم على ما اعتقد مش وحش. حلو الكلام، كلام جميل. طيب النص الثاني اهو قدام حضراتكم، النص الثاني اقلب كده اهو، دي هشتغل بيها اهو، هشتغل بيها بالراحه اهو كده اهو زي ما اتفقنا. ما نزودش تحت الخلطه حلوه، ما زودش في الحشو. وراح اعمل كده، بص اول واحده وراح جاي قافل من هنا كده، بص اهو كده اهو بالراحه اهو. بص بعمل ايه، واحده واحده اهو كده اهو كده اهو كده 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 كده. بص ماشي معايا انتوا ولا فين انتوا؟ اوعوا اهو. واروح عامل كده اهو، بص بعمل ايه، واحده واحده. هاجي تاني، معلش لو انا واحده كبيره زي دي مستخسر ان انا يعني ايه يعني امشيها بصراحه واقطعها نصين. هروح اعمل كده، فاردها الاول وفارد كده ورق العنب قدامي اهو بالراحه. طبعا الامهات في البيت اشطر مني 100 مره في لف الورق العنب والمحاشي، انا عارف ده كويس، ولكن نحب نقول كل شيء واضح اهو. طيبه طيبه ماشي. واروح اعمل كده، بص بعمل ايه، الاول بلم دول كده مع بعض اهو كده، وراح انام كده اهو اهو، شوفوا اهو بالراحه، ولم كده حاجتي وانا ماشي في السكه اهو كده 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 كده، وراح اعمل كده ورايح على كده. ادي بقى في الرصه اروح ماسك عامل كده اهو. خدت بقى حضرتك يا فندم، ماشي الكلام. طيب حاضر، اطلعكم فاصل اصبروا. طب نعمل كمان حتى اتنين تلاته ولا حاجه واحده؟ طب خلاص واطلعكم فاصل عشان ما تقولش ان انا برخم عليكم. ما انا حاضر واحده بس كمان عشان لو ما حدش ايه خد باله. يبقى تاني يا جماعه مع حضراتكم، الورقه كبيره اهي، هاجي اروح اعملها ايه من النص، اسيبها كده ماشي الكلام. واجي عندي الف من الحته الناشفه اهو كده اهو، واجي عندي اروح واخد حبه المحشي الحشو بتاعي، مش بزود كتير الحشو زي ما حضراتكم شايفين، ولو هي هتبقى لحمه برده هيبقى جوه اللحمه نفس الكلام. وابدا الف بالراحه، بروح قافل الزاويه دي اليمين دي وراح اعمل كده اهو بالراحه كده اهو. انا ليه عمه من عماتي، معرفش سامعاني ولا لا، هي اكيد تبقى عارفه نفسها، دكتوره، والمصحف عمتي دي دكتوره في لف المحاشي، تعمله بكل الانواع، عليها بتعمل سبوكسات على شكل حجاب بتاع حاجه، يعني دكتور يعني الورقه ما تختلفش على الثانيه، مش اي حد يعرف يعمل ده، ومش محتاج شيف بقى اهو. وراح اعمل كده اهو، واجي عندي في الاخر عشان ما اقعدش بقى ازود، وراح اعمل كده اهو كده اهو. شكرا. بص الحجم عامل ازاي، لو حابب ان انا اعمل صغير، الموضوع ما فيهوش تفاصيل كتير على قد ما انا بس اركز في الحاجه اللي بعملها في البيت. تقدري تعملي ده، وكمان عشان بس نبقى واضحين مع حضراتكم، انا هوسع نفسي حبه كده عشان انا ايه عايز احشي هنا ايه ورق، عفوا احشي هنا ايه الكوارع في النص، الكوارع المخليه هحشيها في النص هنا واقفل حاجتي، وزي اللفه دي هحط اختها تاني على الوش، واروح جايب عندي انا عشان عارف انت تطلعوا فصل تنتقموا مني، انا عارف انا عارف. انا هجيب طبق بس ايه بطبق اكل ثانية واحدة عشان ايه؟ أنا عارفكم هتعملوا ايه في الآخر. اطلع فاصل وغالبا ممكن تروحوا مروحين وتقابلوني بكرة. طيب ماشي مش مشكلة، دور عشان ما اشغلكمش دلوقتي. طبق أكل من بتوعنا، بعد كده راح كامله كويس بعد ما أشرب حاجتي، وراح قافل بورق الألمنيوم. في تاتش كده عايز يعني أشرككم معايا فيه، كوارع المخلية اللي نحطها في قلب طاجن ورق العنب، عايزين نعمل فيها حركة حلوة. لو حضراتكم شايفين معانا كده، شوف كده يا باشا طاسة، معلش اللي بقوله بقى يعني ايه هو رخم شويه النهارده، بس يعني ايه خلينا نمشيها سنه زيت، انتوا فاهمين قصدي ايه، يعني سنه زيت بسيطه كده او سنه اي حاجه بنحبها. حلو الكلام بالمنظر ده. واجي ابهرها لوحدها بايه بقى، بسنه جوز الطيب على الوش كده اهو، مع سنه ملح، مع فص ثوم، شوف الدلع بقى، مع فص ثوم، مع كمان بخت فلفل اسود. اشم روائح كده وانا لسه قبل ما احشي الكوارع كده اهو. حابب بقى اضيف واجود واديها عندي مثلا بصلايه ماشي، طماطم مبشوره ماشي، مش حابب، انا شايف ان الموضوع على ما اعتقد كده عسل قوي. شوف المنظر هنا اهو في النص كده، حاجه تكون مستويه برده طبعا وكل حاجه، ولكن لما نديها في الاخر التاتش الاخير بتاع الطشه ده هي اكيد هيفرق كتير جدا. شوف المنظر عامل ازاي كده اهو. عايز اقفل بقى تاني بورق العنب، ابدا اكمل رصي كده اهو على الوش تاني كده اهو. وادفنه بقى، وهحط عندي زي اللي حطيته في الارضيه في الاول، اللي هو ايه بقى
اللي هو بصلايه تانيه ماشي، احب احط عندي ليمونه برده ماشي، نفسي فيه كله. هعمل كده دلوقتي ان شاء الله بعرفكم اهو كده اهو. راح جايب عندي في النص طماطمايه حلوه كده اهو ماشي، وبصلايه حلوه كمان على الوش. اروق بقى حاجتي عشان ايه اشرب وادخل على طول على الفرن. بس في تاتش كده هقول لكم عليه دلوقتي اللي هو بتاع الطبق ده عشان ايه يريحنا كتير اهو كده اهو. ممكن ندي كمان ليمونايه حلوه كمان كده اهو ماشي، قرن فلفل مشطشط على الوش كده اهو، ونكمر كده. معلش سامحوني يا جماعه في اللي بعمله كل شويه معاكم بمعلقه الزبده والسمنه والحاجات دي، ده يوم كده يعني ايه انتوا فاهميني طبعا، يبقى الواحد لازم ايه يدلع الدنيا شويه. حلو لحد كده على ما اعتقد. وراح مدي كمان شوف شريحتين التوم كمان على الوش كده اهو كده، انت عملت اللي انت عايزه. ونجيب كمان قرن فلفل رومي كمان ونرص حاجتنا كده ندلع الدنيا شويه اهو. كده تمام لحد كده تمام جدا. نجيب حبه المرق الحلوين بتوعنا، مغرفه، بسم الله الرحمن الرحيم. مرقه الكوارع بتاعتي واجي اروح مشرب ورق العنب، بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. ما شاء الله. عايزه كمان حبه ماشي، الحاجات دي ما فيهاش نهرج ونقلب ونخلص، لا كمان مغربتين ثلاثه كده حلوين عشان الحاجه تبقى ايه متشربه كويس بالنظر يعني كده اهو. عسل قوي كده، الله اكبر. تمام تمام وزي الفل. ورقه الالومنيوم عندي، طبق اكل من اللي احنا بناكل فيه عادي، وراح اعمل كده اهو. شوف ده حركه، بص المرقه فين حته، شايفين انا قصدي ايه؟ طبق اهو، بص المرقه شايفينها كده اهو. وراح جايب ورقه الالومنيوم واكمل حاجتي كويس. مش عايزه ايه يطلع منه اي حاجه. اروح اجهز الفرن بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، شكرا وعيش حياتك. ما تخافوش، لازم كده نعمل حبة سسبنس واحنا شغالين، ما تقلقوش. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نغرف، قبل ما نقلب، عايزين نبص بصه برضه عشان برضه ايه حاجات تحصل، تكون كاميرا خفيه وبتاع. شوف كده يا باشا، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين المنظر عامل ازاي؟ تمام ماشي. استغل بس الطبق كده كمان، الله اكبر. جاي يا باشا ولا الدور الجاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ده في طبق ده عليه رهان، وفي اتنين ورا الكاميرات بيراهنوا على 1000 جنيه. انا هكسب. هتدفعوا الفلوس. والله ما بهرج، دفع. لا اما هخصمها من مرتباتكم. عشان ايه؟ نبقى بنقرب نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. فاكرين البصل اللي رصيناه الاول والزبده والحركات دي كلها؟ والطماطم. نيجي نشيل بقى الحاجات الحلوه دي عشان بس نوضح الامور ونشوف ايه الحكايه هنا. بص البطاطس دي تاكل دي،
وانا انا عندي بقى حاجات اهم بقى من اللي انتوا هتحكوا لي بقى في احنا. طيب يا شيف، واحنا لازم نختم يا شيف. بص منظر الكوارع عامل ازاي، تعالوا بس كده بتاعكم بس بحاجات ما بعملهاش كتير والله. اصبروا، جيب حته الكوارع الحلوه دي كده اقطعها ونشوف شكلها عامل ازاي في التسويه من غير سكينه. تعالى كده يا باشا، شايفين انا بتكلم في ايه؟ اكل الكوارع الوحيد اللي في مصر هيقدرني اهو. تسويات باينه قدام حضراتكم، صباع ورق العنب، شوف المنظر عامل ازاي. انا ما هتقولوا لي بقى تقعد مش عارف تعمل ايه وتتلكع عشان ما تضيع وقت. ماشي، هجيب عندي حبه الكوارع الحلوين دول كمان واديهم عندي رشه فلفل اسود على رشه جوز الطيب كده اهو، وراح مقلبهم مع بعض وجايه ايه فرشهم كده بقى ايه في ارضيه الطاجن الطبق الحلو ده اهو كده اهو. ماشي الكلام، عصره الليمون الشياكه على وش كل حاجه بنعملها، الليمون لازم مهم مع ورق العنب مهم مع الكوارع مهم مع كل الحاجات الحلوه دي كلها. تمام لحد كده؟ تمام وزي الفل.